كنا عارفين انها تكون مقابله صعيبه ضد فريق كيتابع قسم الهواج. حنا اتفقنا بيناتنا اللاعبين باش ندخلوا يعني نقتلوا الماتش من الشوط الاول. ما جابش الله جرينا الماتش ديالنا، الحمد لله تاتونا الاهداف في الشوط الثاني. وكيف ما كيعرف جميع المقابلات في رمضان في هذا الجو هذا، يعني اهم حاجه هو التاهل وداك الشيء اللي تاتى علينا. وكان انا بعدا عندي عقد مع فريق نظر ديال الاتليتيك زنادره، والوداد كتبقى فريق كبير شانه وشان الفرق المغربيه. وان شاء الله انا مركز مع الفريق ديالي، ولكن ان شاء الله شي حاجه من هنا قدام يكون الخير ان شاء الله. الحمد لله بعد التاهل ومستحقوا التاهل الحمد لله، لحقاش خدمنا عليه. ونتمنى ان شاء الله من نفكروا الماتش الجاي ونديروا اللي علينا ان شاء الله باش نبقاو غاديين في محطه الانتصارات. و هاد الحمد لله هاد التاهل ما جاش على جاب الخدمه الحمد لله. وتنشكر اللعابه على الحقيقه اللي ديالهم، واخا الجو ما مساعدناش ولكن تمكننا اننا ننتصروا الحمد لله بحصه 3-0 الحمد لله. قدر نشوفوا لماذا لا دواء كيبقى لوبجيكتيف ديال ماشي ديال اي لعاب، ماشي ديال اي لعاب، اي لعاب تيطمح انه يشوف القدام، واي لعاب تيطمح انه يشوف تتكون الطموح ديالو كبيره. وهادشي تنتمنوا ان شاء الله، تنتمنوا يكون الخير من هنا لقدام، تكون الخدمه وان شاء الله ربي ما يخيبناش.